ضيوفي الكرام، مشاهدينا الكرام، إلى جريمة جديدة تضاف للسجل الدموي للاحتلال الإسرائيلي وقعت اليوم بخان يونس، حيث أظهرت صور تنكيل دبابة إسرائيلية اليوم بجثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال. وانتشر فيديو من غزة يظهر جرافة تقترب من جثة الشاب عند السياج الفاصل قبالة عبسان شرقي خان يونس، في وقت كان شباب فلسطينيون غير مسلحين يحاولون انتشالها، وسمع صوت إطلاق نار دفع بالآخرين إلى الابتعاد، ما أتاح للجرافة الإسرائيلية انتشال الجثة. وقد أظهر مقطع فيديو التقطه مصور في غزة ونشر على مواقع التواصل ما بدا أنها جثة هامدة للشهيد وهي متدلية من ذراع الجرافة في صورة بشعة. إنها جريمة ضد الإنسانية كلها. هذا ونددت فصائل المقاومة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية، نددت بالجريمة ووصفتها بالوحشية والهمجية. واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تجعل الشعب الفلسطيني يرضخ، بل ستزيده قوة وتمسكا بأرضه وحقوقه. وقال مصعب البريم المتحدث باسم الجهاد إن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. ووصفت الخارجية الفلسطينية سحل الجيش الإسرائيلي جثمان الشهيد بأنه فعل همجي ووحشي يجسد تفشي الكراهية والعنصرية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وفيما بدا ردا فلسطينيا على الجريمة، أشارت مصادر إسرائيلية إلى إطلاق 18 صاروخا من غزة، تم اعتراض 8 منها وفتح ملاجئ عسقلان، ودوت صافرات الإنذار مرتين مساء اليوم. ومعي عبر الأقمار الصناعية من خان يونس الزميل محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر، ومعه التفاصيل. تفضل محمد. نعم محمد، أشكرك. يعني أنا الآن أتواجد في منزل الشهيد محمد الناعم. طبعا الشهيد، الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي أذعتموه قبل قليل يعني يوضح مدى الجرم الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد. لا أريد أن أذكر تفاصيلا جديدة حول ما جرى غير الفيديو الذي هو أوضح وأبلغ من الكلام. على كل، ألتقي بهذه العائلة الصابرة، عائلة الشهيد محمد، والد ووالدة الشهيد وإخوة الشهيد، وهذا الطفل الذي يعني يبلغ من العمر 9 أشهر، هو ابن الشهيد محمد الذي ارتقى اليوم شهيدا، يعني قرابة سنة مضى على زواجه كما تتحدث العائلة، وهذا هو ابنه الوحيد حمزة. أبدأ مع والدة الشهيد محمد. بداية ربنا يصبرك حج على هذا المصاب، يعني هذا حال الشعب الفلسطيني. احكي لنا شوي يعني محمد كيف كان، احكي لنا عنه يعني بشكل عام. محمد فيش زيه، في أخلاق، في تربيته، في
كل إشي. تمام. جدع زقورد سبع حنون يعني الكل كان يهابه يسأل الشباب هدار كلهم كل شباب العمارة بتهابه كل أصحابه بتهابه وبتحبه كل بحسب له حساب واليوم نظراته بترعبهم يوم تطليعته بتخوف مرضي مرضي يوم فرح قدام العالم كله وطى على رجلي يبوسها ما هنش على إلهي يوم الإشي هذا يوم الإشي يوم أكرمك يوم هيك أبوس رجليك قدام العالم كله يوم فيش زي. طيب حدثينا عن خبر يعني مجرد سمعتي أنه محمد يعني استشهد هل كان يعني دائما قلب الأم أحيانا يشعر؟ والله الليلة كان عندي أجي مبارح الظهر جاب مرته وابنه عندي ساعة مع بار بضحكه ذاك ولا ضحكه مميز ولا أنا جبت لك حمزة شوفي كيف صار ما شاء الله الله يخلي لك إياه حط مرته وابنه عندي وطلع ومش ساكن عندي طالع مش في بيتي مش ساعة مع بار قال لي أنت بكرة ما عزمه ما عندي يما بدك تتغدى عندي يا حبيبي يما الله يرضى عليك بديش أكلفه بقول لك بدك تيجي قلت له مش فاضي بدأ ما توهي الموضوع اللي بكرة بتكيش تيجي بكرة بعد بكرة بقول لك بدك تيجي تتغد قلت له طب ماشي يعني خلاص ورجع في الليل ياخد مرته وابنه يروحوا على الدار بقعد يوم لقيته هيك بضحك بس مش ضحكته العادية سبحان الله خليك تعشى اللي مش قادر مسك ابنه ومرته وراح على البيت اللي كان ساكن فيه كان ساكن في الأول عنده وطلع وقعد يتطلع في البيت هيك ومن الشباك وحامل ابنه بقول له إيش حنات لبيتك يا محمد الغير بقول لي فرجي حمزة بيته وطلع وأنا أقول الله يرضى عليك ويسهل عليك واستودعك الله يا أمي يا حبيب آخر إشي يعني زي 10:30 في الليل 10 هيك تقريبا طلع وأنا بدعي له برضى عليه كان جاي يودعني يا أمي يا حبيب كان جايين يا حبيب عشان أضلنا نذكر وروح أتغدى معه بستنين على الغدا كان الحمد لله رب العالمين كوالدة شهيد أم محمد ما رسالتك يعني رسالت الله يصبر كل أم شهيد وبتمنى من الله كل بيت يبقى فيه مناضل زي محمد هذا اللي بتمنى من الله كنت راضي عنه عن شغله الحمد لله الحمد لله وطن وطن بيت حنسأل والد الشهيد طبعا يعني اليوم كان حافل بالأحداث والآن المقاومة الفلسطينية ردت على اغتيال محمد بهذه الطريقة كوالد شهيد تحدث لنا يعني شعورك ما شاهدت وما حصل اليوم والله أنا يمكن عرفت الساعة 8:30 صباحا يعني مش ساعة الحادث أو أثناء إعلان الخبر أو زي هيك والله أنا ما أسأني استشهاده إلا أسأني طريقة التعامل في استشهاده لأنه هذول الناس بربريين الأفعال تعدتهم أنتوا بتشتغلوا في مجال الصحافة والشغلات هذه وتشوفوهم في الضفة كل كيف كل يوم يعني بقتل واحد بنت بقتلها وبسيبها تنزف دم وبسمحش للإسعاف يعني يأخذها فلو إحنا بنسوي في يوم الطريقة هذه كان العالم كله قال لك شوف الأعمال البربرية والإرهاب الإسلامي والمش عارف إيش إحنا عندنا أخلاق أكثر منهم بمئة مرة هذول الناس ما عندهمش أخلاق خالص وأنا بفكر حتى أرفع قضية على الدولة الإسرائيلية اللي تعاملت مع واحد شهيد بالطريقة هذه بجرافة هذه جرافة هذه لهد لأعمار ربنا خلقها والناس صنعوها تعمر مش تخرب وتخش على مزارع المواطنين وتجرف وتسوي وشيلوا فيها بني آدم البني آدم نفر بشيلوا يعني هل من الشجاع أنه يعني خايفين ينزلوا يشوفوا هم بخافوا انت بتشوف في الضفه بقتلوا واحد وبيسبوه ينزف وبخافوا مرات بيجيبوا روبوت عشان يتعامل معه يعني هذول الناس كل كم اطلاق النار والقذائف عليه يعني ما اقتنعوا انه استشهد
لا هم أكيد عارفين، بس هم ناس بخافوا من الشغلات، بخافوا من البني آدم، من ظل البني آدم بخافوا منه. يعني عالم جبن، العرب مش راضين يقتنعوا لليوم إنه هذول ناس جبنة وممكن إنك تهزمهم في أي لحظة. هذول عبارة عن نمر من وراك. نتحدث مع شقيق الشهيد. طبعا أنت عملت في مجال الصحافة، صورة اليوم مؤلمة جدا كانت، كيف يمكن أن نتحدث عنها للعالم؟ هل يعني يمكن للعالم أن يعني تؤلم أو تؤثر في مثل هذه الصورة؟ والله يعني أنا أعتقد أنه ضمير العالم اليوم شاف لوحة مأساوية جدا في التعامل الإنسان مع الإنسان، قبل أن نتكلم عن ديانة أو نتكلم عن شيء ثاني. فالصورة اللي تم التعامل فيها اليوم مع الشهيد محمد كانت صورة غاية في القساوة. الجيش الاحتلال الإسرائيلي هو طبعه في التعامل مع كافة الشهداء الذين يتواجدون في تلك المناطق، لكن الأفرق اليوم أنه في كاميرا وثقت الحدث اللي صار، لكن فعليا معظم الشهداء اللي يستشهدوا على الحدود إسرائيل للعالم كله تتعامل معهم بهاي الصورة، إما بالدعس بالجرافات أو الدبابات أو بالدبابات يعني. نعم، بس إحنا بنسمعه كخبر وما بنشوفه كصورة. اليوم شاء القدر أنه على الرغم من قساوة المشهد اللي كان موجود، لكن لوحة استشهاد أخي محمد كانت شاهد صعب جدا، ولكن اليوم إسرائيل تثبت للعالم مدى وحشيتها في التعامل مع الإنسان وفي التعامل مع كل شيء. إسرائيل لا يعنيها أي شيء بقدر ما يعنيها أنها تكون صاحبة سياسة الرعب، تثبيت سياسة الرعب لدى الفلسطينيين. لكن الصراحة يعني ما كان موجود من نقيض من تعامل الشباب على الحدود، شباب بصدور عارية ومشهد يعني اللوحة اكتملت بشجاعة هؤلاء الشباب، كل التحية لهم. مصابين الآن، اثنين منهم مصابين والثالث لم يصاب، قبلت معهم وأخبروني والله يعني واحد بيحكي لي أنه أنا لو تقطع رجلي بسبيل أنه أجيب أخوك وأجيب الشاب الثاني ما كنت راح أقصر. فصراحة اليوم هم الآن إسرائيل حاولت يعني. هم موجودين في مستشفى الأوروبي مصابين، اثنين مصابين والثالث لم يصاب. فإسرائيل حاولت أنها تخلق اليوم تفرض واقع أنه ترهب المقاومين، وأتوقع هذا الشيء صعب يعني أنه يتم إرهاب. خلينا نتحدث مع شقيقه، لكن جاء بالنقيض الصراحة بعد ما شفنا مشهد الشباب. هي بتأكيد هي كانت لوحة مشابهة للشباب الفلسطيني الأعزل الذي دخل يعني لمحاولة انتشال الشهيد وقوبل بإطلاق النار. بالمناسبة هو أخي مهندس يعني هو خريج كلية الهندسة ويعمل في مجال الهندسة، وهو يعني متعلم. كل المدافعين والمقاومين هم ناس متعلمون ولديهم قدر كافي من العلم صحيح. والثقافة تأكيد. شقيق الشهيد والذي يحمل ابن الشهيد الآن، الآن ما المعلومات التي وردتكم حول الشهيد؟ يعني أين هو الآن؟ كيف يعني تابعتم من خلال محامين، من خلال مؤسسات حقوقية؟ هل هناك يعني من سيساعد في جلب جثمان الشهيد، أم قوبلتم بأن يعني الشهيد الآن أصبح في مقابر الأرقام؟ والله حتى الآن يعني مش عارفين عن مصيره أي شيء. إيش بقول الصليب الأحمر، إيش اليهود بقوله، لحتى لكن العدو الصهيوني معروف يعني يبيد الحجر والشجر قبل الإنسان. وأنا صعقت الصراحة، أنا لما كنت بتفرج على الفيديو كيف أتعامل مع أبو وحشية، وكيف أنا ما بعرفش إنه أخوي، لما أنا شفت الفيديو لم أعلم إنه أخوي يعني اللي بالفيديو هذا، فما قدرتش أكمل وقلت الله يرحمه. فبعد شوية عرفت إنه الشخص هذا يعني بعد إيش نص ساعة زي هيك عرفت إنه هذا أخوي. فكانت الصدمة كبيرة جدا جدا جدا، يعني أنا لم أتحمل حتى لو مع حيوان بالتعامل بالشكل هذا، مش مع إنسان. وبالمناسبة يعني إحنا هذا درب الشهادة درب كل أهل فلسطين، وإحنا على الدرب هذا وربنا إن شاء الله ينصرنا من عنده إن شاء الله. سأسأل الحج آخر سؤال إن شاء الله وننهي هذا اللقاء، وأنا أعلم أنه يعني مصابك وجلال وهذا اليوم صعب عليكم.
حجة. الآن المقاومة ردت على استشهاد محمد بإطلاق عدد من الصواريخ، وهناك إغلاق يعني لبعض المدارس في الغلاف، هناك أيضا يعني أمور تتعلق بالرد من قبل المقاومة. سرايا القدس أعلنت قبل قليل تبنيها لهذه الرشقات الصاروخية. الحمد لله يحفظ. ما يعني ما رأيك على ما تسمعين؟ خلي نار تبرد شوي. الله يحفظهم المقاومين يا رب. بتمنى كل الفصائل ترد، مش بس الجهاد، كل الفصائل ترد على استشهاد محمد والمعاملة الوحشية اللي تعاملوا معاه فيها. وبنطالب كل الحقوق الدولية وكل الدنيا جيب لجسمان ابنه، وبدي حق ابنه. أنا يرفع عليهم قضية في اللي عملوا فيه، يرفع على الصهاينة قضية اللي تجيب لحق ابنه. أنا إيش عملوا فيه؟ ليش بيعملوا فيه هيك؟ مقاوم مناضل ليش يعملوا فيه هيك؟ استشهد طيب ليش يعملوا هيك فيه؟ وين الأمة العربية؟ وين الدول الغربية؟ وين كل واحد عنده ضمير حي يقف ويشوف ويطالب في حق ابني؟ بطلب من الدنيا كلها أنا، لأن اللي عملوا فيه حرام، حرام اللي عملوا فيه. هل من رسالة لولد الشهيد يعني رسالة أخيرة؟ الزنب الطفل هذا أبوي استشهد، الزنب الطفل هذا الزنب. في مجال تجيب عند الحجة بس نخلي الناس يشوفوا. هذا حمزة طبعا ابن الشهيد محمد. هاي جاب لي اللي تفرج عليه يما يا حبيبي امبارح، اخر اشي كان جاب لي وقال لي تفرج. الزنب الطفل هذا تربى يتيم، الزنب طالع نازل. قول دير بالك حمزه، اوعك حمزه الزنب. ايوه يا تيتا، ايوه ايش بدك تعمل في اليهود يا تيتا؟ انت امن لابوك، خاف انت امنهم يا تيتا. خلينا نسمع والد الشهيد، هل رسالة أخيرة لعائلة الشهيد؟ احنا الرسالة انه ربنا سبحانه وتعالى مصبرنا والامور ماشية عنا طبيعي، وبنفتخر في ابننا الحمد لله اللي اجت على هيك الامور. يعني ما متقبلين الخبر بصدر رحب. تمام، أشكركم جزيلا عائلة الشهيد محمد. طبعا لوحة صمود ولوحة تحدي أمام ما حصل اليوم من اعتداء وحشي يمكن وصفه، وما قام به الاحتلال الإسرائيلي تجاه هذا الشهيد. مطالبات العائلة أن يكون هناك على الأقل نظرة من المؤسسات الدولية، من الدول الغربية، من العالم العربي لما حصل من إجرام من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق هذا الشهيد. كما تحدث شقيقه، هذه الجريمة موثقة بالفيديو، هناك شهداء آخرين تم دهسهم بالجرافات والدبابات، ولم يعني توثق عملية هذه عملية هذا الدهس. كما إذن يعني ناشطة أجنبية دوست بجرافة في رفح. إلى هنا مشاهدين الكرام يعني ننهي هذه الجولة، يعني نسأل الله أن يلهم هذه العائلة مزيد من الصبر. أدعوها بالعائلة الصابرة، ولكن يعني ما شاء الله يعني من خلال حديث هذه العائلة يبدو أن الصبر هو عنوان هذه العائلة. أنتقل إليكم الزملاء في الدار. شكرا محمد وشاح، فعلا الصبر هو عنوان فلسطيني بامتياز. وهذا الطعام يعني أريد أن أقول شيئا إذا سمحت لي، لقلب هذه الأم العظيمة، لهذه الأسرة العظيمة. نعم تفضل. أبو حمزة كان دعا والدته إلى طعام، فعلا هو يدعوها إلى طعام في قصور الجنة. فهنيئا للشهداء وهنيئا لأهل الشهداء وهنيئا لفلسطين. يقول لك أنه عندما دعاك إلى الطعام هو دعاك إلى الطعام إن شاء الله، وهو ذهب إلى الجنة. خلي نستمع منها، يعني هو الآن يعني طعامه في الجنة، وأنتم إن شاء الله من أهل الدنيا ستكونون معهم. إن شاء الله الحب في الشهادة يا رب، الحب ضربة بالشهادة يا رب، نتغدى أنا وياه في الفردوس الأعلى بالجنة يا الله إن شاء الله يا رب. صمم أن أجي أتغدى معه، صمم إلا تيجي تتغدى إن شاء الله، تلتقي أنت وياه في الجنة إن شاء الله يا رب يا رب. يا أنتقل إليك يا زميل محمد. شكرا محمد وشاح، ورحم الله معشر الشهداء وجزاهم عنا كريم الجزاء. مشاهدينا الكرام، عودة الآن إلى شأن المصري، حيث